فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم لأربع عمر، منها عمرة الحديبية. نعم. يقول: هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى أم أنه منع؟ هو في العام الأول منع، ما دخل مكة، منعوه من دخول مكة، لكنه تصالح معهم على أنه يرجع هذه السنة ويحج من العام ويعتمر من العام القادم، ففعل صلى الله عليه وسلم، اعتمر من العام القادم، تسمى عمرة القضية، يعني لأنه قاضى عليها المشركين. نعم.